FM. الكلمة ليك. فعلا هو حفتر عنده بعض ما وقع في غرب ليبيا يسيطر عليها. ولكن المشكلة انه اتفاق تاع الصخيرات لم يعطي دور واضح وقوي لحفتر. صحيح قال المسؤول هو على القوات ومسؤول على كذا، لكن ما لم يعني يحدد بالضبط الدور الذي تقوم به القوات حفتر في المستقبل. وهذه نقطة سوداء، لأنه في اتفاقية الصخيرات لازم اتفاقية الصخيرات تعمل اختيار بتاعها، أنه لازم ما تكونش هي خارج كل التنظيمات المسلحة، لأنه فما تنظيم مسلح إرهابي وفما تنظيم مسلح في جيش ليبيا مش شرعي معترف به وحكومة معترف بها وكذلك برلمان معترف به في تبرق. فاليوم المشكلة بتاع الصخيرات أنها حبت تسوي ما بين البرلمانين في طرابلس وفي تبرق، حبت تسوي بين الحكومتين، فوقعت في الغموض وفي موقف غير واضح، وهذا لا يخدم حتى السراش. يلزم اليوم الحكومة أنها تقرر أنها تمد يدها لحفتر، أنها تقول حفتر عنده دور في المستقبل، حفتر الجيش الشرعي، فما شجاعة في القرار، ويبقى هالغموض وهالتذبذب وهالتردد هو لا يخدم حتى السراج نفسه. كابافان الكلمة ليك.